الآباء والأبناء علاقة أبدية بدأت منذ اللحظة الأولى للحياة على الأرض. على مدار 100 عام أو ما يزيد، حاولت السينما والدراما المصرية تجسيدها والتعبير عن واقعها، بدءاً من الأب السلطوي مروراً بالمهرج والكادح ووصولاً للمهمل. في عام 53 جسد أنور وجدي والطفل فيروز فيلم دهب، والذي عكس سلوكاً جاحداً لأب رفض الاعتراف بابنته واستغلها لتنفق عليها. أنا عاوز أفهم مين هو الأب الحقيقي للطفل؟ هل هو الشخص اللي يخلفه ويرميه في الشارع؟ ولا الشخص اللي يعطف عليه ويربيه ويهتم بأمره؟ أيضاً تناول فيلم نهر الحب القضية ذاتها، فلخص علاقة الأب الصارم بابنه بالسيطرة وحب السلطة والذات. اتفضل اطلع على بطك. ده لسه ما اتعشاش. هاني هيتسلم العشاء معنا الليلة عشان يشعر انه غلطان. اتفضل على بطك. فيما تناول فريد شوقي تجسيد شخصية الأب الكادح لتربية ابنه في مقابل جحوده له في فيلم وبالوالدين إحسانا. انت اكيد قصد تهزقني. اكيد قصد تهزقني. ما حاش اللي هزقك يا ابني، ده انا بفتخر بيك. ازاي احافظ على كرامتي قصاد الموظفين زملائي وهو بيشتغل لهم ساعي؟ ازاي؟ وفي فيلم حد السيف تناول الكاتب وحيد حامد في قالب درامي قصة الأب الذي يعمل مديراً بإحدى المصالح الحكومية، وأبرز تصديه للرشاوة في مقابل عمله سراً عازفاً لآلة العود مع إحدى الراقصات للتغلب على مصاعب الحياة قبل أن يتصدى له جميع أبنائه في النهاية. عدد من النقاد يعتبرون فيلم إمبراطورية ميم علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، حيث جسدت فاتن حمامة شخصية الأم الديمقراطية في علاقتها بأبنائها، كما أبرزت انتصار عاطفة الأمومة على القوانين. ماما ده يا ماما ده ما خلاص بقت أغلبية، فاضي الورقة واحدة، لازم ورقة مصطفى. ماما حتى انت يا مصطفى. ايضا حظيت الدراما بتاريخ طويل من الاعمال التي القت الضوء على علاقة الابناء والاباء، فخرج للشاشة مسلسل ابناء الاعزاء شكرا والبخيل وانا وعائلة ونيسة، وجسد الراحل نور الشريف علاقة الاب بابنه عبر مسلسل حضرة المتهم ابي ولن اعيش في جلباب ابي. سمعت النظرة قالت ايه؟ هترفدك، يعني هتبقى صايع وملكش قيمة، ساعتها هاخدك في الوكالة تشيل الخردة، فاهم؟ أعمال جسدت نماذج بشتى أشكالها، لخص هدفها أن الأصل في التربية يبدأ من البيت، وأن الحب والاحترام عنصران أساسيان في إعداد نشء قادر على مواجهة مجتمع بات يعاني من تفاقم الأمراض. ياسمين عادل، كلام تاني.